وبينما يحتفل العالم بيوم الخدمة العامة، تبرز جهود مصر لدعم الجهاز الإداري وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين. جهود حثيثة تقودها الدولة طوال السنوات الماضية في إطار خطة استراتيجية تدشن مرحلة جديدة للجهاز الإداري بالجمهورية الجديدة. جهود كبيرة بذلتها الدولة من أجل تعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة في الجهاز الإداري لتحقيق الهدف الأساسي، وهو تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية. هذا إلى جانب تعزيز جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار عملت الدولة على عدة محاور، وهي الإصلاح الإداري والتحول الرقمي وتطوير النظم المعلوماتية للرصد والمتابعة وتحسين الأداء الاقتصادي وبيئة الأعمال، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد. وتركزت جهود الدولة في تعزيز الحوكمة عبر تطبيق سياسات وبرامج واضحة في مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ونظم الإدارة المالية. وعلى مدار 8 سنوات تبنت الحكومة رؤية الإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويخضع للمساءلة ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، فضلا عن تعزيز آليات المساءلة، حيث تم تفعيل دور أكبر لنظم متابعة وتقييم الأداء الحكومي وتطوير نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية. كما اتخذت مصر خطوات جادة لتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين في مختلف الأمور بوسائل متعددة، إلى جانب تطوير آليات جديدة لمشاركة الشباب في صنع وتنفيذ السياسات العامة وتأهيلهم لقيادة العمل السياسي والإداري والمجتمعي. ومن أجل مستقبل أفضل، استهدفت الدولة مواجهة التحديات التنموية من خلال ترتيب الأولويات وتعزيز قدرات مصر العملية لاستكمال مسيرتها التنموية في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.